بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس فيما يتعلق بالتفسير. وقفت عند سورة الكافرين أو سورة الكافرون على سبيل الحكاية. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة أيها الأفاضل أيها الإخوة لها أكثر من اسم، لكن أشهر اسم لها هو اسم الكافرون، سورة الكافرون. ولها أسماء أخرى، فمن ضمن أسمائها سورة قل يا أيها الكافرون كما سماها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ولها اسم آخر بعنوان سورة المقشقشة، ولها اسم آخر بعنوان سورة المنابذة، ولها اسم آخر بعنوان سورة البراءة، وكذلك سورة العبادة. فهي خمسة أسماء لها، والأشهر منها أو ستة الأشهر منها الكافرون. وهذه السورة أيها الإخوة أيها الأفاضل آياتها ست آيات، وكلماتها 26 كلمة، وحروفها 94 حرفا. وكما تعرف أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا ضربت 94 حرفا في 10 كم يصبح من الأجر والثواب؟ حتى قال بعض أهل العلم: إن الذي يقرأ وجها من كتاب الله يحصل على 5000 حسنة، والذي يقرأ جزءا من القرآن يحصل على 100,000 حسنة، والذي يقرأ القرآن كاملا يحصل بفضل الله على ثلاث ملايين حسنة، وهكذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه السورة لها أكثر من فضيلة، فمن فضائل هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها إذا أوى إلى فراشه، ومن فضائلها أنها تقرأ في ركعتي الطواف مع سورة الإخلاص. والعلماء يسمون سورة الكافرون هذه وسورة الإخلاص اللي يقول هو الله واحد سمونهما مجتمعتين باسم واحد سورة الإخلاص، لأن سورة الإخلاص التي تقدم تفسيرها تتحدث عن التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهذه السورة تتحدث عن البراءة من الشرك وأهل الشرك. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعتي الطواف مع الإخلاص. ومن أهميتها أنها تقرأ أدبار الصلوات، أو من ضمن السور التي تقرأ أدبار الصلوات الخمس. ومن أهميتها أنها تقرأ في ركعتي الفجر مع سورة الإخلاص. ومن أهميتها أنها تقرأ في سنة المغرب الراتبة، في سنة المغرب الراتبة تقرأ سورة الكافرين هذه سورة الكافرون. ومن فضلها أنها تقرأ في الشفع مع سورة الأعلى قبل الوتر، تقرأ في الشفع قبل الوتر مع سورة الأعلى. وثمة حديث لكن فيه مقال أنها تعدل ربع القرآن، لكن الحديث فيه مقال يعني أنه لا يصح. هذه السورة ذكر العلماء أن سبب نزولها أن أفرادا من المشركين، قيل أنه أمية بن خلف والعاص بن وائل وأكثر من واحد تقريبا 4،
قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف واقترحوا عليه هذا الاقتراح أن يعبد إلههم سنة ويعبدون إلهه سنة وتنتهي العداوة بهذه الطريقة. اقتراح مفاوضة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه أكثر من واحد من أهل الشرك في ذلك العصر اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد إلههم سنة ويعبدون إلهه سنة، وشتان بين الإسلام وبين الكفر فهما لا يجتمعان. فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله قل لهؤلاء المقترحين هذا الاقتراح أنه لا سبيل إلى هذا الرأي أبدا، فلا سبيل إليه، وإنما قل لهم: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني في حاضري لا أعبد ما تعبدون في هذا اليوم في يومي، ولا أنتم في الحاضر يعني، ولا أنتم عابدون ما أعبد في هذا الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، مثل قول الله تعالى: لكم أعمالنا ولكم أعمالكم إلى آخر الآية. فهذا هو سبب نزول هذه السورة، وهي سورة مكية، وهي سورة مكية. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بالكافرين مع ضعفه في بداية الدعوة دل على حفظ الله له، فهو يصارحهم ويقول: يا أيها الكافرون، ناداهم بالكفر يا أيها الكافرون، وهو الحقيقة يعني كفار، يا أيها الكافرون، مع أن ما تدون من هذا دل على حفظ الله سبحانه وتعالى له. وفي قوله سبحانه وتعالى: قل، هذا فعل أمر مبني على السكون. قل، قل يا أيها الكافرون، ويا هذه نداء يناديهم الله، قل يا محمد نادي الكافرين، قل يا أيها الكافرون. والكفر الكفر في اللغة العربية هو الستر والتغطية، الكفر في اللغة العربية هو الكفر هو الستر والتغطية. ومنه قولهم للمزارع كافر، يعني في اللغة يعني، لأنه يستر البذر والحب يستره في الأرض، يخفيه في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراع نباته. والسبب أن الكافر سمي بهذا الاسم لأن الكافر يستر ويجحد ويغطي نعمة الله عليه، فالله خلقه مع ذلك الكافر يعبد غير الله سبحانه وتعالى أو يعبد مع الله إلها آخر. ولذلك قال الشاعر العربي، قال في المعلقة، قال: في ليلة كفر النجوم غمامها، يقول: ما استطعت أنظر إلى السماء، لأن الغمام هو السحاب، وسمي بهذا الاسم لأنه يغم الشخص ما يدري هل هو رحمة أو عذاب، لأن قوما من الناس عذبوا بالسحاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح بها عذاب شديد، إلى آخر الآيات. ومن أسماء السحاب السحاب لأنه يسحب من بلد إلى بلد يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالشاعر العربي يقول: في ليلة كفر النجوم غمامها، ما استطعت أن أنظر للسماء، لأن الغمام غطى النجوم وستر النجوم. ففي قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون، لا، هذه نافية، قل للكفار لا أعبد ما تعبدون، ليس هناك جمعا بين الحق والباطل، الإسلام هو دين الحق وما سواه باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون،
للتأكيد على أن هذا الأمر وهو عبادة الله من محكمات العقيدة ومقتضياتها، ما تقبل التفاوض، وهو عبادة الله ونبذ ما سواه من الشرك والوثنية وغير ذلك. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: يا محمد قل يا أيها الكافرون، للتبليغ وعدم الكتمان، لأن الله قال لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته. أيضا في قوله تعالى: قل يا الكافرون، في ذلك إعراض عن الكفار وعدم قبول اقتراحهم هذا الذي اقترحوه. قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون في حاضري كما تقدم، لا أعبد ما تعبدون من الشرك والأوثان والوثنية وغير ذلك. والعجب من هؤلاء الكفار أنهم كما سماهم الله جهال، ودليل جهلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبد الأوثان في الجاهلية، فكيف يعبدها بعد النبوة؟ ما هذا الاقتراح؟ يقترح على نبي الله أن يعبد آلهة المشركين سنة، ويسجد الأصنام والأوثان، ويسجد لصنم يضعه من طعام ثم إذا جاء أكل إلهه. فهو لم يسجد الأصنام في الجاهلية، فكيف يسجد لها بعد الإسلام بعدما أكرمه الله بالنبوة؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك يا محمد عليك الصلاة والسلام والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي قول الله سبحانه وتعالى: لا أعبد ما تعبدون، قيل أن الله كرر الكلام لا أعبد ما تعبدون، كرره للتأكيد، لقطع أطماع الكفار في أن يعبد محمد إلههم سنة. وهذا معروف عند العرب يكررون الكلام، بل كان صلى الله عليه وسلم للتأكيد يكرر الكلام أكثر من مرة. بل القرآن في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررت في السورة أكثر من مرة. وفي سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي سورة: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، التكرار للتأكيد. وأيضا من السبب، من ضمن الأسباب، لأن الكفار ما يملون من الاقتراحات، فالله سبحانه وتعالى قطع أطماعهم كلما اقترحوا: لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون، إلى آخره، وغير ذلك من 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 الأسباب. في قوله سبحانه وتعالى: قل يا الكافرون، قيل أول من سن الكفر والإباء والاستكبار إبليس، وأول من سن التوبة والنسيان آدم عليه الصلاة والسلام، وأول من سن القتل قابيل ولد آدم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ليس معنى الآية ترك الناس على الكفر وعدم دعوتهم، وإنما المقصد أنه بعد دعوتهم وعدم استجابتهم أن كل واحد سيلقى ما عمل، كما قال تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لأن الدين يأتي بمعنى الجزاء على العمل والحساب. أيضا في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، يقول إن الله تعالى قرر في هذه السورة المفاصلة مع المشركين حتى لا يلتبس الحق بالباطل والإسلام بالكفر والهدى بالضلال، ولم يتعرض في السورة لمعاملتهم. ومعنى هذا أن السورة تعلن البراءة من الشرك وأهل الشرك، ولكن في نفس الوقت لا بد من دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك كان منهج الأنبياء عليهم السلام دعوة قومهم باللطف والحكمة والموعظة الحسنة، ومن ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: يا أبتي، أسلوب الخطاب، اللطف في الخطاب مع أبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، سلام عليك سأستغفر لك ربي. ودعوة نوح لابنه: إن ابني من أهلي، ومحمد عليه الصلاة والسلام ضرب أربع أمثلة في مثل هذا الخلق اللطيف الجميل والحكمة والموعظة الحسنة. والأمثلة كثيرة في معاملته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السورة من فوائدها الرد على من أراد الجمع بين الحق والباطل،
فالإسلام حق وغيره باطل. يقول ابن القيم: شتانا بين الحالتين، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. لا يجتمع الإسلام والكفر ولا البدعة والسنة. شتانا كما في النونية، شتانا بين الحالتين، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. لم يقل رب العالمين لم يقل سبحانه وتعالى لن أعبد ما تعبدون، وإنما أتى بلا النافية، مع أن لن نافية ولا نافية، لكن لا أقوى، لقطع أطماع الكفار في اقتراحاتهم. فلم يقل لن أعبد ما تعبدون، وإنما قال لا، مع أن لن نافية لكن لا أقوى منها في النفي. وفي قوله تعالى قل، دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، في قوله أن الله قال يا محمد قل كذا، وأن السورة تدل على البراءة من الشرك وأهله كما قال وإن كذبوك، يعني يا محمد فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون. وتصدير السورة بياء النداء للتنبيه والاهتمام والعناية. والعرب أيها الإخوة إذا أرادت أن تؤكد الكلام كررت الكلام. ومن ذلك قول الشاعر العربي: يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تميم كلها واكرمة. وقول الشاعر الآخر: ليسلمي ثم اسلمي ثم اسلمي ثلث تحيات وإن لم تكلمي. ومن ذلك قول العرب: يا جعفر يا جعفر يا جعفر إن أك دحداحا فأنت أقصر. ومن ذلك قول الشاعر العربي: فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي. والرسول كما تقدم كان يكرر الكلام للتأكيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.